السلام عليكم. الاسم عبد الكبير عريف، بائع المأكولات الشعبية. فهاد الفترة الصيفية تكون الماكلة عيانة شوية مع الصيد والحرارة ودرجة الحرارة المرتفعة، والناس كتبغي شي حاجة باردة وشي حاجة خفيفة. شهادة الله. كنبيعو اللوبيا، الدجاج، صيب طنجية، العدس بالقرعة، التقلية بالحمص، القلية بالحمص، الحوت، حوت كفتة، كاين الحوت طيب مطيشة، وكاين الحوت طيب في القلية ناشف. هاد اللحظة فهاد الفترة الصيفية كيكون الإقبال شوية على الحوت كفتة، واللوبيا شوية شوية، كاع القطنيات شوية شوية، المهم الكفتة والقلية بالحمص تكون شوية الإقبال. ولكن فهاد الفترة الصيفية كيكون الإقبال العيان شوية، ماشي بحال الحال بعد شهر 12، شهر 1، شهر 2، كتكون القضية شوية. دابا على حسب الصيف كتكون الماكلة عيانة، في الصباح القضية ناقصة شوية، حتى وقت الغداء عاد كتحرك شوية، وفوقت البرد الناس كتاكل أي حاجة مع الصباح، اللوبيا، التقلية بالحمص، العدس، ما عندهاش مشكل لأنه الحال بارد. دابا في الصيف كينوض بنادم سهران ما كيتياكل، كل قضية في الصباح ناقصة شوية. واش يقولك السير كله على حساب، كاين اللي كيخدم كيضرب تما الصنيعية، كيضربو تما راه كياكلو شوية، والناس اللي كتسهر وكتصبح ناعسة وداكشي شوية صافي. فوائد ضروري من فوائد أي حاجة خلق الله سبحانه وتعالى فيها الفوائد ديالها، قطنيات أي حاجة فيها الفوائد ديالها، كيما قلت لك أي حاجة فيها الفوائد، أي حاجة خلقها الله سبحانه وتعالى كيكون فيها الفائدة ديالها الإنسان. شوية كاين وصلنا حنا الناس مأثرة شوية مع قضية الغلاء الأسعار وداكشي، والناس كيتلقى العيد كبير وكتجي مع عاشور، هادي كتكون القضية شوية. كاين اللي كان كاع تياكل 30 درهم 40 درهم كياكل دابا 10 دراهم 15 درهم 20 درهم كاع إلا كثر، على حسب المدخول ديالو. بالنسبة للسير ديال خويا ديال الماكلة هنا في مراكش، هنا مسيجي ديال البيع والشراء، هو أولا حنا المراكشيين، هو شي واحد اللي عنده نسماو المذاق راه هو الأول تيبيع ويشري، واللي ما عنده مذاق في يديه وهذاك الشيء راه هو الآخر. اللمسة هي كل شيء. أييه. وبالنسبة لشي يقول ليه للصيف، أي بطلة تبغي شي حاجة باردة، وفي العشية تبغي شي حاجة ثقيلة، ما يمكنش يشرب العصير في الصباح ويشرب العصير بالليل. الكلام المراكشي معروف عليهم الثقيل، حاجه ثقيله. اييه ولكن حتى المراكشي ما يجوز لك هذا الشيء. لا ما يمكنش، ما يجوز لك هذا الشيء، هذا الشيء اللي عطل الله. هي انا ما سيجي سولتيني كيفاش زعما حنا تناكلوا اللوبيا مع الصباح والحراره، واخا درجه الحراره 45 47، حنا دابا المراكشي ما يمكنش تفيق مع الصباح وتشرب الحليب والسيرو ولا شي حاجه خفيفه، ضروري خاصك تضرب اللوبيا ولا التقليه وحمص ولا الدجاج ولا الكوريين في الصباح ضروري. حنا معروفين بهذا الشيء ديال الماكله الشعبيه، ثقيل معروفين به، ما يمكنش تاكل شي حاجه خفيفه، ضروري خاصك تضرب اللوبيا، واخا الحراره كاينه 50 ديال الحراره 45 خاصك تاكل الثومه، حنا معروفين بالثومه ما كاين يسخن، واخا هما عندهم البحر حنا عندنا الله، ماشي مشكل. قبل المغادره لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.